ومن صور الظلم أيضا تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. نحن نعلم أن العلماء يعني اختلفوا في التصوير الحادث، هذه الآلات لما حدثت في الناس، يعني آلات التصوير، سواء آلات يعني التصوير يعني الكاميرات مثل هذه التي أمامنا أو التي تصور الصور الثابتة، اختلف فيها العلماء يعني حديثا، لأن هذا الأمر من الأمور الحادثة. لكن ما اتفق عليه العلماء سلفا وخلفا فهو تصوير ذوات الأرواح، يعني بالريشة وبالقلم وبغير ذلك من يعني الوسائل، هذا يعني محرم بإجماع، هذا محرم بإجماع، إلا من لا يحرر القول في هذه المسائل، يعني لما كيحررش القول تجده يرسم وتجده ينشر مثل هذه الصور. وإلا فالصور التي هي على شكل ذوات الأرواح، يعني من إنس أو يعني طير طائر أو وحش أو بهيمة أو نحو ذلك، هذه كلها يحرم رسمها ويحرم نحتها. هذه دابا جعلوا هذا دابا في الفنون الجميلة، كاين الفنون الجميلة وفي معاهد تدرس قضية النحت، وكيجي ينحت على الخشب ولا على يعني الحجر أو الطين والخزف وكينحتو وكيجعل لك ديكورات، وكاين المسلمين مع الأسف عندهم هذا الشيء ويضعونه في يعني صلاتهم وفي استقبالهم، وهذا من الجهل. دابا هذا الشيء باش كنقولوا بأن الناس محتاجين يتعلموا، هذه دابا من الظلم وكثير من الناس لا يعلمها. شحال من واحد دابا ما عمر هذا الامر هذا خطر ليه على باله، وكتوجدوا كتلقاه مثلا داير واحد السبع ولا داير واحد النمر ولا داير كذا مصنوع ومزوق وكذا كهيئه يعني ما خلق الله عز وجل، ويضعه في مكان بارز يعني يزين به المكان. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره. والحديث متفق عليه، ذكره البخاري ومسلم بإسنادهما. طبعا هذا التصوير ورد فيه من الوعيد الشديد، لعن الله المصورين، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما خلقتم، يعني هذا الذي كنتم تحاولون خلقه وترسمونه وتضاهون به خلق الله عز وجل، أحيوه، انفخوا فيه الروح ولستم بنافخين. ويعذبون بذلك، ويعذب المصور بكل صورة صورها في الدنيا. أما الصور، هذه الصور الثابتة ففيها خلاف بين العلماء، من العلماء من ألحقها بالتصوير المحرم، ومنهم من قال بأنها ليست يعني من ذلك القبيل، وأنها إنما مجرد حبس للظل فلا يعني تصل إلى هذا يعني المقام.